اليوم إعمارنا راح يكون في نينوى، إنشاء وإعمار المراقد المقدسة، وراح نكون في نينوى ونشوف الإعمار. يمكن اليوم مو فقط في المراقد المقدسة، اليوم شفنا عودة الجامعات، أيضا عودة الأماكن اللي تكون ترفيهية، فهذه كلها موجودة في نينوى الحبيبة. راح يأخذنا معها عماد الأمين. تزخر محافظة نينوى بأنها تحتضن الكثير من الأماكن التاريخية والدينية. مقام الإمام زين العابدين عليه السلام في قرية علي رش في منطقة سهل نينوى من الأماكن الدينية التي يقصدها مكونات وأطياف المجتمع، سيما أيام شهر محرم الحرام لتقام فيه المجالس الحسينية. يعتبر مقام الإمام زين العابدين عليه السلام الواقع في قرية علي رش التابع لناحية برطلة من أهم المقامات الموجودة في محافظة نينوى وفي سهلها في سهل نينوى، حيث يعتبر هذا المقام تاريخيا من أقدم المقامات الموجودة في سهل نينوى ومن أكثر المقامات التي يتوافد إليها الزائرين من شيعة علي بن أبي طالب وأتباع علي بن أبي طالب في محافظة نينوى، وكذلك من بقية الطوائف والمكونات الأخرى الموجودة في محافظة نينوى، حيث يشهد هذا المقام سنويا توافد الزائرين بالآلاف خلال فترة زيارة العاشر من محرم الحرام، إلى بالإضافة إلى زيارة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. مديرية الوقف الشيعي في نينوى بإعداد التصاميم الكاملة، وذلك بعد تحرير محافظة نينوى من براثن عصابات داعش الإجرامية، بعد أن دمرها هذه العصابات تدميرا كاملا، حيث أنه كانت تصاميم عبارة عن بناء حرم بأبعاد 25 في 30 متر وكذلك ارتفاع 10 متر، ويتخلل المقام كفر الطراز المعماري الحديث. تعرض المقام إلى أعمال تخريب ودمار أبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المدينة، ولكن تم إعادة بنائه من جديد ليكون صرحا دينيا مهما يقام فيه المناسبات الدينية على مدار السنة. هذا المقام مقام رئيسي ثم فجر من قبل داعش، وبالتعاون مع الوقف الشيعي تم إعادة بناء هذا الصرح الجميل، وهو مقام فيه صلاة الجماعة، فيه دروس لأحكام التلاوة، فيه بعض المناسبات الدينية تقام في هذا المكان، ومن الله سبحانه وتعالى ندعو أن يبقي هذا المقام لنا ذخرا في الدنيا والآخرة. جئنا زائرين لهذا المقام الشريف وبعض المقامات الموجودة في محافظة نينوى، كل المتطلبات موجودة في هذا المقام الشريف من خدمات و وكل الإمكانيات الموجودة متوفرة في هذا المقام الشريف، حيث يتوافد إليه من زوار من كل المحافظات ومن كل الأقضية الموجودة في محافظة نينوى. واعتاد الأهالي في هذه القرية تقديم الخدمة للزائرين لهذا المقام، وهم بذلك يرسمون صور التعايش السلمي والمجتمعي بين أطياف ومكونات المجتمع العراقي. لبرنامج صباح الخير يا عراق، سيف البكدلي، نينوى.